بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر ذنوبنا وذنوب سائر المؤمنين من أمة سيد المرسلين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نستأنف دروس الفقه في فقه السادة الشافعية، وكنا بدأنا في فصل في أحكام المساقاة من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية. ونقول باختصار الدرس الماضي قبل أن نبدأ في بقية الموضوع: فصل في أحكام المساقاة، وهي لغة مشتقة من السقي، وشرعا دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. والمساقاة جائزة على شيئين فقط، وجائزة بمعنى صحيحة يعني. والمساقاة جائزة على شيئين فقط: النخل والكرم. فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش، وتنفع تقول مشمش، ولكن المصريين يقولوها مشمش، نخلينا احنا مصريين نقراها زي المصريين. فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش، وتصح المساقاة من جائز التصرف. احنا قلنا على المذهب القديم للشافعي يجيزها على سائر انواع الشجر، لكن المذهب الجديد للشافعي لا يجيزوها الا في النخل والكرم فقط، والكرم اللي هو بمعنى العنب. واختار المذهب القديم من الشافعية الإمام النووي، يعني بقوا بيفتوا على المذهب القديم، خصوصا الإمام النووي قاعد في الشام، والشام مليان أشجار أنواع كثيرة، فإيه فأجاز المذهب القديم تيسيرا للناس التعاملات. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه اللي هي العاقد بقى، شروط العاقد لازم يبقى جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية، وتنفع مساقاة بس من ملك صبي لكن عن طريق ولي، ومجنون عن طريق برضو ايه وليه، او محجور عليه لسفه يبقى بالولاية، عليهما عند المصلحة. وصيغتها: ساقيتك على هذا النخل بكذا، او سلمته اليك لتتعهده، ونحو ذلك. ويشترط قبول العامل لها، ويشترط قبول العامل ولها، أي للمساقاة شرطان، احنا كنا واقفين عند دي اللي هي شرطين، ولها أي للمساقاة شرطان، أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة، يبقى لازم عقد المساقاة يكون عقد مؤقت، لازم يحدد فيه المدة، أن يقدرها المالك بمدة معلومة كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح، يعني ما يحددش معاه يقول له تفضل تخدم لحد ما الثمرة تطلع، يمكن ما تطلعش تصيبها آفة، أو ما نعرفش ميعاد خروجها إمتى، لكن يكون في مدة معلومة غالبا بالعرف والتجربة إن الثمرة بتكون ظهرت فيه، بإدراك الثمرة في الأصح. والثاني، الشرط الثاني، أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما، يبقى الشرط الثاني انه يعين له جزء معلوم،
يقول له هتخدم في الايه في النخل ده او الكرم ده وتاخد النصف، تاخد الثلث، ثلث الثمر، فده النصف جزء معلوم من الثمرة كنصفها او ثلثها. فلو قال عن مالك للعامل على ان ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة. لما يقول له بيننا الثمر يحمل على ان نص الثمر للعامل ونص الثمر للمالك، على اساس العرف لما يقول بيننا يعني بالتساوي. ثم العمل فيها على ضربين، احدهما لما هيجي يشتغل في ايه في البستان اللي فيه النخل او الكرم ده، العمل فيه على نوعين، احدها عمل يعود نفعه الى الثمره، يعني عمل زي السقل وزي مثلا التلقيح النخل، دي عمل يعود على الثمر. وفي اعمال تانية لا تعود على الثمر، عايزين نبني جدار علشان نحرس البتاع، يبقى ده على المالك بقى. يبقى الاعمال اللي تعود على الثمرة تكون على العامل، والاعمال اللي تعود على النخل نفسه وعلى البستان نفسه دائما تكون على المالك، لان هي الباقي. عمل يعود نفعه الى الثمرة كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث فهو على العامل. واحنا قلنا ان النخلة هي النبات اللي بين اللي في قمة النباتات، بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية، مش قلنا كده؟ وفي حاجة برضو بين الحياة الجمادية وبين النباتية زي الكمأة. النخلة تلاقي فيها ذكر وأنثى وتحتاج تلقيح وليها رأس، وإنها لو قطعت رأسها تموت، فتشبه الحيوان من هذه الجهات. فعلشان كده إيه الأمور المتعلقة بتلقيح النخل وسقي النخل دي أمور بتتعلق بقوة الثمرة، يبقى دي على العامل، فهو على العامل. والثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض كنصب الدولاب، يعني يحط الساقية او يجيب الموتور بتاع الري، الحاجات اللي هي كان زمان الدولاب ده اللي هو الساقية، الوقت بيجيبه بمواتير الري دي تبقى على المالك. وحفر الانهار، عايز يحفر مسقة، عايز يحفر حاجة، يبقى دي على المالك. لكن المسقة ما ايه محفورة جاهزة لكن عايزة تنقية عشان المية تمشي، يبقى التنقية على العامل، واخد بالك؟ لكن الحفر من الاول ده على المالك، لان الحفر ده شيء يدوم، كنصب الدولاب وحفر الانهار، فهو على رب المال، رب المال اللي هو المالك. ولا يجوز ان يشرط المالك على العامل شيئا ليس من اعمال المساقاة، ما ينفعش في العقد ينص عليه يقول له تخدم بشرط كمان تشق الانهار وتعمل الموتور وتبقى مسؤول عن حراسة البستان، دي اعمال مش شغلته، انت تجيب له حارس بقى، ده خارج عن المسألة. فلو شرط عليه مثل هذه الاشياء المالك بطل العقد. ولا يجوز ان يشرط المالك على العامل شيئا ليس من اعمال المساقاة كحفر النهر. ويشترط ايضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح، لازم كمان العامل يمكنه من العمل بمعرفته، مش يشرط عليه كمان يقول له الموظفين اللي هتحتاجهم انا اجيبهم لك. المالك ما ينفعش، يبقى العامل هو المسؤول اللي يجيب مين اللي يساعده، لكن انا ما اشرطش عليه، حتى ان شاء الله اشرط عليه ان الخادم بتاعي غلامه، يعني العبد اللي عنده، او مثلا ابنه يقول له شغله معاك، ما ينفعش ان انا اشرط عليه هذا. ويشترط ايضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. واعلم ان عقد المساقاة لازم من الطرفين، يبقى لما قال لك هناك جائز مش بمعنى عكس اللزوم، لا مش معناه على سبيل الاختيار، لا زي في الوكالة، الوكالة عقد جائز من الطرفين، اي واحد في اي وقت ممكن يلغي عقد الوكالة، لكن المساقاة لما عملنا العقد واتفقنا والشروط سليمة يبقى واجب الوفاء، يبقى هو لازم واجب الوفاء. ولما قال لك جائز هناك يقصد يصح،
مقابل للباطل يعني. واعلم ان عقد المساقاه لازم من الطرفين، ولو خرج الثمر مستحقا كان اوصى بثمرة النخل المساقى عليها، فللعامل على رب المال اجرة المثل لعمله. ولو خرج الثمر مستحقا، يعني افرض ان كان علي انا ديون وانا صاحب الثمر ده، صاحب النخل، جبت واحد واتفقت معاه انه هدي لك نصف الثمر مقابل المساقة، واتضح ان انا علي ديون هتستغرق الثمر كله، يعني طلع الثمر ده مستحق الاداء لجهة تانية، يبقى هنا العامل ياخد اجرة العامل، واخد بالك ازاي؟ نديله اجرة المثل. لو جبنا احنا عامل يشتغل ويسقي يبقى ياخد قد ايه والمدة قد ايه، نحسبها كأننا مأجره، يعني نحوله الى عقد ايه، ايجارك. بس طلع المال مستحق يعني بحكم قاضي، جاء حكم القاضي قال ان المال ده يروح للايه، للدائنين دول، فانا خلاص بقى كأنه بقى ده مالي بس محجور عليا بحكم مثلا ايه، فلس، حصل فلس وجاء حكم قاضي قال لك خلاص الناس الدائنين دول ياخدوا من الثمر اللي يطلع، الثمر اللي يطلع ده قيمته مثلا 100,000 جنيه، وانا كنت ايه مدين ب 100,000 جنيه للدائنين، فرفعوا قضية. بعد ما انا اتفقت في عقد المساقاة حكموا في القضية ان الثمر ده للدائنين، ده يضيع بقى الواد ده اللي قاعد يشتغل، فهمت ازاي؟ ادي معنى طلع الثمر مستحق، يعني خرج عن تصرفي بقى. لا، هو الاول يوفي، يدي الدين الاول، يدي الديون، يدي الديون للناس اللي رفع القضية دي. العامل ياخد اجرته، ياخد اجرة عامل بقى، نصيبه بقى. ما هو معلش بس نصيبه كده. مالناش دعوة، يبقى يكفي اجرة المثل وخلاص، لان اللي فض النزاع، عايزين احنا نفض النزاع، عندنا بقى نزاع، مشكلة بقى ايه، عندنا العامل عايز ياخد حقه والدائنين دول رافعين قضية وخدوا حكم، نعمل ايه؟ نفكها ازاي؟ القاضي يعمل ايه؟ مش يبقى حرام ان العامل كده مفيش حق. لا، ما هو هياخد حقه برضه، هياخد حقه عامل. كانه بقى كعامل بقى نصف. لا، مش هياخد نص الثمر. معلش، ما هو دخل في ازمه، ما هو انت دخلت في ازمه، زي واحد حط فلوسه يقول لك طب اديني حتى فلوسي يا عم، راس مالي ومش عايز ارباح بس ادهاني وخلصت، لان تملي القضاء بيبقى لفض النزاع، واخد بالك، وخلاص. وبعد كده بقى ربنا، ولازم بقى ايه كمان، يبقى المسلمين علاقتهم مع بعض فيها نوع من التسامح، لازم انا اعذر المالك كمان ان اتضح ان في قضية عليه وعليه ديون تانية، واقبل الموجود وخلاص. وبعد كده بقى ايه، لما يجي يتفق تاني في عقد تاني اهو، تعال يروح يسأل هل الراجل ده عليه ديون، ده مفلس ولا مش مفلس ولا اخر. لازم هنا بقى هو يعني يبقى في نية سليمة. على اي حال، اصل ممكن القضايا دي تطول الحكم فيها، فهو كان ناوي يديله نصف الثمر بس جاء الحكم بقى، حكم القضاء ده نافذ. طبعا في مصر ما كانش القضاء بيبقى نافذ، عشان كده الناس عملوا ثوره. بيتأجل يعني، حتى لو القضاء، بس القضاء يعني تنفيذ الحكم كان في ايد هيئه غير القضاء، فالقاضي يحكم وتروح للداخليه، الداخليه ما تنفذ، فدي بتبقى ازمات بقى. كان زمان القاضي هو اللي في ايده يدي الحكم وعنده الاداه على تنفيذه، كان كله في ايد واحد. كان اوصى بثمرة النخل المساقى عليها، فللعامل على رب المال اجرة المثل لعمله. خدت بالك؟ مش هياخد بقى نصف الثمر في الحالة دي. نقرا بقى ايه الشرطين، كلام الامام البيجوري بيشرحهم. بيقول: وقول ولها، اي لصحتها، فالكلام على تقدير مضاف والضمير راجع للمساقاة، يعني ما يقول ولها، الضمير ده يعود لايه؟ لعقد المساقاة. كما اشار اليه الشارح بقوله اي المساقاة، وقول شرطان مبتدأ خبره الجر والمجرور قبل، مش يقول لك لها شرطان، يبقى لها دي شبه الجملة دي عبارة عن خبر مقدم، مش كده برضو؟ وشرطان مبتدأ مؤخر.
قوله أحدهما أحد الشرطين يعني المذكورين، وقول أن يقدرها المالك أي مع موافقة العامل على ذلك، وإنما اقتصر على المالك لأنه هو الذي يبدأ بالإيجاب غالبا، والإيجاب اللي هي لفظ العقد الصادر من إيه؟ من المالك، يقول له مثلا إيه؟ ساقيتك على هذا النخل. كلمة ساقيتك على هذا النخل يسموه الإيجاب، تاني والقبلت يسموه القبول، زي في عقود الزواج الإيجاب وإيه؟ والقبول، اللي أي صيغة فيها إيجاب وقبول. وإنما اقتصر على المالك لأنه هو الذي يبدأ بالإيجاب غالبا والعامل يوافقه على ذلك بالقبول. ولو عبر بالعاقد بدل المالك لكان أولى، لأن ممكن يبتدي المساقي هو اللي يكلم المالك يقول له ممكن إيه أعقد معك عقد مساقاة على أن لي نصف الثمر، ويجي الملك يقول قبلت، يعني ممكن العكس. وعشان كده بعض الشراح قال لك كان حقه يقول العاقد ما يقولش رب المال، على أساس أن أي طرف من العقد هو اللي يبتدي بالنسبة. ولو عبر بالعاقد بدل المالك لكان أولى لشمول لكل من المالك والعامل. وعبارة الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني لشرح اختار لفظ إيه؟ أن يقدرها العاقدان، كويس؟ خلى العاقدان على أساس أيهما يعني. وعلم من ذلك أنها لا تصح مطلقة ولا مؤبدة، يبقى لازم يقدرها بمدة معلومة، فما ينفعش يقول له ايه ساقيتك على هذا النخل وما يحددش مدة، كويس؟ ولا يقول له على الدوام، على الدوام يعني مدة سنوات، واخد بالك؟ لا ده ينفع ولا ده ينفع، لازم مؤقت. يبقى لا تصح مطلقة يعني بدون تحديد مدة، ولا مؤبدة، ولا يقول له مدى الحياة مثلا، يقول له مدى الحياة طول ما احنا عايشين انا اللي مسؤول عن سقي هذا، ما ينفعش لا مؤبد ولا مطلق. وقوله بمدة معلومة اي يثمر فيها الشجر غالبا يقينا او ظنا، احنا عندنا الاحكام الفقهية مبنية على غالب الظن، معظم الاحكام الفقهية مبنية على غالب الظن، يبقى معروف كده بالعرف والتجربة ان النخل ده بيثمر مثلا في خلال 8 شهور، في خلال سنة هلالية، في خلال 14 شهر هلالي، يبقى نعمل العقد المدة دي. أي يثمر فيها الشجر غالبا يقينا أو ظنا عند أهل الخبرة بالشجر، يبقى بنجيب الحاجات دي بنستعين بأهل الخبرة في تلك الناحية، لأن برضو في شجر في نواحي بيثمر أسرع من شجر في نواحي أخرى حسب الطقس وحسب التربة حسب نوع النخل وهكذا. في تلك الناحية كما يقتضي كلام الدرامي وغيره، فلا يصح تقديرها بمدة لا يثمر فيها الشجر غالبا. ثم إن علم العامل أو ظن أنه لا يثمر فيها غالبا يقينا أو ظنا فلا أجر له. طب افرض ان انا اتفقت مع العامل وقلت له سنة هلالية، العامل من خبرته عارف يقينا ان هي مش هتثمر في السنة، ده عايز لها سنتين، عارف كده متيقن او غالب ظنه كده من خلال خبرته، وقبل يبقى هنا ما يجيش في نهاية المدة والثمر لسه ما طلعش يقول لي اديني اجر، ما انت كنت عارف، طب ليه انت وافقت؟ يبقى انت متطوع. يقوم الشرع يقول لك طالما وافق وهو عارف انه مش هيثمر يبقى ده راجل متطوع، والمتطوع ما ياخدش اجر. فهمت بقى ازاي؟ قبوله مع علمه بانها لا تثمر، ده قرينة عند القاضي يقول انه ده متطوع، واخد بالك؟ نخلص بس الجملة دي عشان يمكن الاجابة السؤال بتاعك تلاقيه في الجملة اللي بعدها. فلا يصح تقديرها بمدة لا يثمر فيها الشجر غالبا، ثم ان علم العامل أو ظن أنه لا يثمر فيها غالبا يقينا أو ظنا برضه فلا أجرة له. وإن استوى عنده الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته. استوى عنده الحال يعني شك، احتمال واحتمال لا، لكن ظن يبقى عنده غلبة، يبقى عندنا حاجة اسمها إيه؟ الشك اللي هو إيه 50%، وعندنا الغلبة اللي هو أعلى من 50 أقل من 100%.
طب ومية في المية يقين، طب اقل من 50% يسموه وهم، متوهم انه، خدت بالك؟ يبقى احنا عندنا لو كان عالم يقينا او ظان انها لا تثمر في المدة دي وقبلها يبقى متطوع. طيب افرق كان شاكك، مش عنده ظن بقى ولا يقين، ده شك. وان استوى عنده الاحتمالان او جهل الحل اصلا ما يعرفش، فله اجرته لانه عامل طامعا. يبقى طالما ما كانش يعرف او كان شاكك يبقى نديله اجرته في المدة دي، كأنه عامل اجرته يشتغل المدة دي وخلاص. وان كانت المساقة باطلة، ويبقى العقد باطل لانه ما خدش من الثمر، خد اجرة عامل مش ثمر. قول ولا يجوز تقديرها بادراك الثمرة في الاصح، اي باستوائها وبلوغها زمنا تطلب فيه غالبا، وانما لم يجوز تقديرها بذلك للجهل بمدته، فانه يتقدم تارة ويتأخر اخرى. في الاصح دليل ان في وجه مقابل للاصح يجيز تحديد مدة العقد ببلوغ الثمر الاوان، لكن هذا العقد ال 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 الرأي ده مرجوح في المذهب، وان كان هو موجود وجه. يبقى اللي عليه الفتوى ان ايه، ان لازم يقدرها، لا يقدرها بادراك الثمر، لان ادراك الثمر مش معلوم بالشهر كام شهر بالظبط، فاحنا عايزين نحددها مدة محددة. والثاني الشرط الثاني، يبقى اول شرط ان لازم يبقى مدة معلومة، ما يبقاش مطلق ولا مؤبد. تاني شرط والانسب ان يقول وثانيها، قول ان يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة، لازم احدد له كمان جزء معلوم من الثمر، هياخد النص، ياخد التلت، ياخد الربع، ما اقولوش كده اسيبها له كده عين، ولا اقول له كمان هتاخد ثمرة مثلا العشر نخلات دول وسيب لي انت الباقي. طب ما يمكن دول ما يثمروش، او يقعد يخدم في اللي هيطلع ثمره منه ويسيب الباقي يهمله يقوم يعمل نزاع، لكن نديله من المشاع. وقول ان يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كثيرا كان او قليلا، والمراد ان يكون معلوما بالجزئية كما اشار اليه الشارح بقوله كنصفها وثلثها، فلا يصح شرط ثمر شجرة او اشجار معينة، ما ينفعش يقول له الشجر ده بس تاخد منه، ولا بكيل معلوم من الثمر، ولا اقول له مثلا هتاخد كذا انطار او كذا طن، ما ينفعش، او كذا كيلو، ما ينفعش. ولا يصح شرطه كله لاحدهما، ما ينفعش برضه اقول له خد كل الثمر ليك او كل الثمر ليا، كل دي حاجات تمنع صحة العقد. ولا شرط شيء منه لغيرهما، ولا كمان اقول له بحيث تاخد انت نص الثمر، واخد بالك ازاي، وانا اخد ربع والربع التاني نديه لجارنا، ما ينفعش، ما ينفعش لاي حد. لكن ممكن اقول له هتاخد انت نصف الثمر، تدي جزء من النصف ده لابنك، ينفع، لان ابنه كانه هو، لان نفقه ابنه واجبه عليه. كده ما انتجب عليه النفقه، كل ما انتجب عليه نفقه، لانها جزء دي من مصاريفه هو، كانه هو هياخده هيصرف عليه، فانت بتشرط عليه اللي اوجبه عليه الشرع، يبقى انت ما شرطتش عليه شرط جديد، خدت بالك؟ بس حضرتك لو هو مثلا بيبقى ليه مثلا زوجه اخ مثلا ارمله او مش واجب عليه النفقه، لكن يفضل انه ينفق على امرأة اخوه اللي هي بقت ترملت عشان ولاد، ده يستحب له ولا يجب شرعا، لكن يغطي نفسه الاول. لكن يجوز ليا بقى ان انا مثلا اقول له تدي الارملة دي مثلا، مش واجب عليه، يبقى كده يبطل العقد، انت بتفرض عليه حاجة مش واجب عليه، انت عايز تقولها له على سبيل النصيحة قولها له، لكن ما تبقاش مثبتة في العقد، ما تبقاش مثبتة في العقل، لو اثبتها له في العقل يبقى اوجبت عليه ما لم يوجبه الشرع عليه. واضح؟ طب في سؤال تاني دلوقتي بالنسبة مثلا لو انا عندي مثلا، لو نخلص الباب والاسئلة نخليها في الاخر، عشان لو فتحنا الاسئلة في اثناء الباب هنقعد في عقد المساقدة عدة اعداد، واحنا عايزين نخلصه النهارده.
اتفقنا؟ فخلي معاك ورقة مذكرة كده اكتب الأسئلة، أول ما نخلص نسأل دي ورا دي ورا دي نخلصها على طول، لأن ممكن عارف بعض الأسئلة يتجاوب بعد شوية. وخرج بالثمرة الجريد والليف والخوص، كل الحاجات اللي هي هتفضل دايما تبقى ايه، تبقى هتخرج مش هياخد منها العامل حاجة. يبقى الجريد هياخده المالك، الخوص ياخده المالك، واخد بالك؟ لان دي مش من الثمرة. والليف، والليف برضو اللي هي بتبقى ايه قطع كده بتطلع بتبقى جافة وبيستعملوها ليف الناس اللي عندهم نخل عارفينها. والخوص والكرناف وهو غطاء الثمر قبل تشققه، كل الحاجات دي بتستعمل في التنجيد وبتستعمل في حاجات تانية بقى دي، لكنها مش من الثمرة، يبقى دي ملك المالك مش هياخد العامل منها حاجة. وساعد القنو وهو المسمى بالعرجون، العرجون ده واخد بالك، للعرجون ده اللي هو اللي طالع من النخل، طالع منه فروع، الفرع ده في بلح كتير، الفروع دي اسمها القنو، العامل ياخد من القنو، لكن العراجين دي للمالك، واخد بالك؟ وساعد القنوة والمسمى بالعرجون فهي كلها للمالك. وأما الشماريخ ومجمعة والمسمى بالقنو اللي هي الحاجات اللي هي معلق منها الثمر نفسه بقى، دي ايه ياخدها، اللي يسموه احنا المصريين يقول لك القطف، في العنب تقول عليه القطف، قطف العنب. فيشترك فيها المالك والعامل. ولو شرط شيء مما تقدم بينهما كالثمرة بطل العقد على المعتمد. افرض قال عامل شرط قال له طب هاخد شوية عراجين، هاخد شوية مثلا خوص، شرط عليه حاجة غير الثمرة، بطل العقد. واضح؟ ولو شرط شيء مما تقدم بينهما كالثمر بطل العقد على المعتمد من وجهين ذكرهما في الحاوي، خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا لما استظهره الشيخ الخطيب. ولا يصح كون العوض من غير الثمر، ما ينفعش يبقى اجرة العامل من غير الثمر، حديله مثلا فلوس باجنيهات او دولارات او دراهم او دنانير، مش حديله ثمر، ما ينفعش. كويس؟ فلو ساقاه بدراهم او غيرها لم تنعقد مساقاه ولا إيجارة الا ان فصل الاعمال، لو فصل الاعمال بقت إيجارة، لكن ما فصلش الاعمال لعقد مساقاة ولا عقد إيجارة، ده عقد باطل. واضح؟ وكانت مضبوطة، وكمان يضبط العمل، يعني يضبطوا المواعيد والكمية والاجر والحاجات دي كلها. قوله فلو قال المالك للعامل على ان ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا، وكذا لو ذكر جزء العامل وحده كما مر في القراءه. وقول بيننا اي مشترك بيننا، وقول صح اي لانه في قوه شرط النصف للعامل كما اشار اليه الشارح بقوله وحمل على المناصفه. قول ثم العمل اي الشامل للعمل الذي على العامل وللذي على المالك، المالك ليه اعمال والعامل ليه اعمال، الاعمال الدايمه دي على المالك، زي ما قلت لك حفر النهر او الشيء من الحاجات اللي هي ايه بتدوم، او حراسة او بناء جدار او سور او شيء من هذا. ثم العمل اي الشامل للعمل الذي على العامل وللذي على المالك، فكلامه فيما هو اعم بدليل التقسيم بعد، وان كان العمل الذي هو واحد الاركان الستة ما هو على العامل فقط، يعني العمل اللي مكتوب في الاركان بتاع العقد هو المقصود العامل، العمل اللي على العامل بس، لكن هنا لما بيتكلم على العمل بيتكلم بقى على الاعمال الخاصة بالمالك والخاصة بايه بالعامل. وقول فيها اي المساقاة، وقول على ضربين اي يعني على نوعين من حيث نفعه ومن يلزمه. فالنوع الاول ما يعود نفعه الى الثمرة وهو على العامل، والنوع الثاني ما يعود نفعه الى الارض وهو على المالك.
ولو حذف المصنف لفظ على لكان أولى، إلا أن يجاب بأنه من كينونة المقسم على قسميه. قول أحدهما أي الضربين المذكورين، وقول عمل يعود نفعه إلى الثمرة أي لزيادتها أو إصلاحها، وهو ما يتكرر كل سنة ويستحق العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبله. يبقى يستحق العامل حصته من الثمر إمتى؟ بمجرد الظهور، إنما مش بمجرد تحقق الربح في الإيه؟ في عقد القراض، في عقد القراض لما يبتدي يحسب، لكن مش بمجرد تحقق الربح يستحق أجرته في القراض هناك اللي بيشتغل في المال، لكن هنا بمجرد ظهور الثمر استحق إيه؟ حصته. إن عقد قبله، إن عقد العقد قبل ظهور الثمر، وإلا فبالعقد. طب افرض عمل العقد مع ظهور الثمر، يبقى بمجرد العقد استحق. واضح؟ وفارق القراض، فارق العقد المسقاه القراض في المسألة دي بأن الربح فيه، الربح في القراض يعني وقاية للمال، لأن الربح من جنس المال ده في القراض. فهمت ازاي؟ لكن هنا الثمر مش من جنس النخلة، الشجرة، الشجرة باقية دايما، فالثمر ما بيقيش رأس المال اللي هو النخل، ده ناتج عنه لأنه مش من جنسه. واخد بالك؟ علشان كده قال لك ان مجرد ظهور الثمرة، انما التاني نقول له مالكش حق لحد ما نحسب. ليه؟ لانه عشان وقاية رأس المال، لانه قد يخسر بعد شوية، فده بيسند ده. وفارق القراض بأن الربح وقاية له، عشان تفهم الجملة دي لازم تقول وفارق القراض بأن الربح فيه يعني في القراض وقاية له يعني للمال، عشان تعرف الضمائر تعود على ايه تقوم تحل الإشكال. قولك سقي النخل أي وتنقية مجرى الماء من نحو طين، وإصلاح أجاجين أي حفر يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه، شبهت بأجاجين الغسيل أي مواجيره جمع إجانة. عارف أنت حوالين كل نخلة أو شجرة بيروح إيه؟ عامل حفرة ويعمل حد كده دايرة عشان لما يجي المية تقوم إيه؟ تفضل حوالين الشجرة ما تسحش في الأرض لحد ما الشجرة تشربها براحتها. كويس؟ دي اسمها الأجاجين، يعني حفر الأجاجين اللي هي بتحفظ السقي ده على العامل. كويس؟ وتنحية أي إزالة نحو قضبان وحشيش مضر بالشجر، الحاجات اللي هي إيه؟ بتطلع أعشاب كده ضارة، دي بتأثر على الثمرة وبتضعف الشجر، واخد بالك؟ فتؤدي إلى ضعف الثمرة، دي برضو على العامل. وإزالة نحو قضبان وحشيش مضر بالشجر وحفظ الثمر على الشجر وفي البيدر وهو الجرن المعروف من نحو طير وسارق، يعني الثمر نزلناه وحطناه في المناشر، يحطوه كده في المناشر علشان يتنشر عشان يتحول إلى رطب، مش كده؟ اللي هي قبل المرحلة قبل العجوة، يعني اللي متربي في حتت فيها نخل حافظ القصص دي كلها، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ طالما بقى ثمر واتحط في الجرن او في المنشر يبقى حراسته على العامل لانه مسؤول هو عن الثمر، واخد بالك؟ وحفظ الثمر على الشجر وفي البيدر وهو الجرن المعروف من نحو طير، من نحو طير وسارق، بان يجعل كل عنقود منها في وعاء يهيئه المالك. لكن الأوعية اللي هيحط فيها الثمار دي في الجرن دي على المالك، هو اللي يجيب له الأوعية بقى ويجيب له المفارش ويجيب له الحاجات. كقوصرة وهي وعاء صغير من خوص وهو المسمى بالقوطة، وكقطعة احنا بنسميه الغلق دلوقتي، مش كده؟ يقول لك غلق عجوة، لغة المصريين يقول لك غلق عجوة، كانوا ايه يسموها قوصرة زمان، دلوقتي بقت اسمها غلق. فالغلقان دي كلها تبقى على المالك.
وهي وعاء صغير من خوص وهو المسمى بالقوطة، وكقطعة وكقطعه بالعين المهملة، قطع الثمر يعني من الشجر، يبقى على ايه؟ على العامل بر. او قطفه بالفاء، وتجفيفه، وتعريش للعنب ان جرت به العادة، وهو ان ينصب اعوادا ويربطها بالحبال ويرفع عليها. كل الحاجات دي ايه؟ علشان المرحلة اللي هي قبل التزبيب بقى، يحول العنب الى زبيب. ولا يشترط فيها تفصيل الاعمال، بل يحمل المطلق على العرف الغالب في الناحية الذي عرفه العاقدان. فان لم يكن فيها عرف غالب بان اضطرب فيها العرف او لم يعرفه العاقدان اشترط التفصيل. لما بنتفق يقول انت عليك المساقاة وانا ايه حدي لك فيها نصف، نشوف اذا كان في عرف في المنطقة اللي بيقوم بالمساقاة العامل بيبقى مسؤول عن ايه، وخلاص يبقى العرف هو اللي يحكم. واضح؟ لما فيش عرف يبقى نضبط، يبقى لازم ننص على العقد. قول وتلقيح اي تلقيح النخل، وقول بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الاناث الى اخره، اي مصور مصورا بوضع الى اخره، فالباء للتصوير. وذلك بان يشق طلع الاناث ويظهر فيه شيء من طلع الذكور كما جرت به العادة، فهو على العامل، لان التلقيح ده بيعود على الثمرة. والا لو ما عملش كده يطلع ايه؟ حصرم، يطلع البلح ناشف كده وملوش طعم. فهو على العامل، الضمير عائد على العمل المذكور، فهو الذي على العامل. واما الات ذلك، هيحتاج بقى ايه؟ سكينة يقطع بيها، يحتاج حبل يطلع بيه فوق النخلة، هيحتاج الات معينة، الالات دي على المالك. واضح؟ يوفر له هو الالات. فهي على المالك كالمنجل والفأس والمعول، وهو الفأس العظيم، فعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. ولو جرت العادة بخلاف ذلك لم تتبع عند العلامة الرملي، وخالفه العلامة ابن حجر. واحنا بنرجح مين؟ بنرجح كلام الرملي ايه؟ على ترجيحات ابن حجر الهيتمي، خلاف لأهل اليمن. شافعية اليمن بيرجحوا ترجيحات ابن حجر الهيتمي، وشافعية مصر بيرجحوا ترجيحات الإمام الرملي. فالإمام الرملي بيقول لو جرت العادة بخلاف ذلك لم تتبع. لو كانت العادة خلاف المنصوص عليه كده ما نتبعش العادة. واخد بالك؟ يعني افرض ان العادة قالت هو اللي بيجيب المقاطف، هو اللي بيجيب المناجل للعامل، الامام الرملي يقول لك لا ما نتبعش العادة دي على المالك، لان دي مش من الثمر. خدت بالك؟ الامام ابن حجر قال لك على حسب العرف، طالما دي عادة يبقى هو عارف وعامل حسابها في كل شيء ولا في الامور المذكورة فقط؟ في الامور المتعلقة، لا في المسألة دي، في الحتة دي، في الفرع ده، التفصيلة دي. احنا التفصيل ده بنقول عليه ان الحاجات اللي هتعود على الثمر دي على العامل، والحاجات اللي هتعود على حفظ الثمر كأوعية وأدوات يستعملها وآلات في أثناء قطع الثمر دي على المالك. نفس الخلاف فرد في الشق عمل الحفر الذي ذكرناه من قبل ولا لا؟ دي الرأي ده ما فيهاش خلاف، الخلاف هنا في الحتة دي. يعني هو بيقطع الثمر هيقطعه بآلات، الآلات دي على العامل ولا على المالك؟ الإمام الرملي يقول لك حتى لو كان العرف على العامل تبقى على المالك برضه. الإمام ابن حجر الهيتمي يقول لك على حسب العرف برضه. واضح؟ واعتبر العادة الطارئة، ده الإمام ابن حجر الهيتمي، مش ابن حجر العسقلاني بقى، ابن حجر الهيتمي. والحاصل أن جميع الأعيان والآلات كالآجر والحجر والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدور الدولاب تدور الدولاب على المالك وليس على العامل إلا العمل المذكور. قول والثاني نوع ثاني من العمل، في عمل يعود على الثمر وعمل يعود إيه؟ للأرض، نفع الأرض. الثاني اللي هو نوع العمل الثاني اللي يعود على الأرض. كان الأنسب أن يقول وثانيها، عشان هو قال أحدها كان يقول وثانيه.
وثانيهما يعني. وقوله عمل يعود نفعه إلى الأرض وهو الذي لا يتكرر كل سنة. قولك نصب الدولاب اللي هي زي السقية يعني. هنجيب موتور وهنعمل صيانة موتور، طب ما الموتور ده ما قاعد في الأرض كل سنة بيستعمله، يبقى دي مش على العامل، دي على المالك، لأن ده شيء دايم. وحفر الأنهار، أيوة بناء حيطان البستان، ونصب الأبواب وإصلاح منهار من النهر ونحو ذلك، فهو على رب المال أي مالك دون العامل لاقتضاء العرف ذلك. قول ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر، فتفسد المساقاة باشتراط ذلك ويستحق العامل أجرة عمله وإن علم الفساد، وهكذا في سائر صور الفساد. يعني لما يبقى العقد فاسد يبقى يستحق ايه؟ اجرة العمل، وملوش دخل بقى بالصبر. كويس؟ سواء كان عالم الفساد العقد او مش عالم الفساد العقد. وهكذا في سائر صور الفساد الا ان قال المالك والثمر كلها لي فلا شيء للعامل لانه عمل غير طامع، كانه متبرع. قول ويشترط ايضا انفراد العامل بالعمل، اي كما اشترط ما تقدم. وقول انفراد العامل بالعمل اي وباليد في الحديقة كما مر، والعامل امين كما في القراض. يبقى يده يد امانة مش يد ضمان، ولا يضمن الا بالتقصير. قول فلو شرط رب المال عمل غلامه الى اخره، تفريع على مفهوم الشرط المذكور. وقول لم يصح اي ان قصد مشاركته للعامل في وضع اليد على البستان، فان قصد اعانته له صح. يعني لو شرط عليه ان تبقى اللي هيساعده ده، شرط عليه واحد ويبقى ليه يد على البستان زيه بالظبط، مسؤوليه متساويه، يبقى كده باطل. لكن لو قال له ده يبقى يساعدك بدون الزام، له ان يفعل ذلك. واضح؟ طب على العامل ان هو يرفض او يقبل؟ او يقبل براحته. قول واعلم ان عقد المساقاه لازم من الطرفين، اي طرفي العامل والمالك، قياسا على الاجاره. فلو مات العامل المعين انفسخ العقد، واما المساقي في ذمته فاذا مات قبل تمام العمل قام وارثه. فلو مات العامل المعين انفسخ العقد، واما المساقي في ذمته فاذا مات قبل تمام العمل قام وارثه مقامه، فيعمل بنفسه او من ماله او من التركة ان كانت، فلا يجبر على الانفاق من التركة ولا يلزمه العمل ان لم تكن تركة. طبعا لا يجبر، ليه؟ لو ما فيش تركة، لان خربت ذمته بالموت، يبقى انا مش هلزم الورثة. لكن لو هو تارك تركة ومات في نص المدة، يبقى ممكن نكمل نفقة المساقاة من التركة لحد ما يطلع الثمر والورثة ياخدوا حقهم. كويس؟ لكن افرض ايه، مش تارك اي ميراث، تركة، خربت ذمته خلاص. طالما خربت ذمته يبقى مش هنقدر نلزمه. ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه الا ان كان امينا عارفا بالاعمال. ولو يعني ما يلزمش برضه المالك في الحاله دي انه يمكن احد الورثه يكمل العقد مكان ابيه الا لو كان يعلم المالك انه امين وفاهم الشغلانه. كويس؟ ولو هرب العامل في اثناء العقد، هرب العامل او عجز او جاله مرض، اتكسرت رجله فرقد بيتعالج، دخل مستشفى، اي حاجة، قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه، فان تبرع غيره
من مالك او غيره بالعمل عنه بنفسه او بماله بقي حق العامل. لان لو افرض الواحد اتبرع قال انا هقوم مكانه لحد ما ايه يخلص فضله، يبقى في الحالة دي في متبرع، يبقى يستمر العقد. كويس، بقي حق العامل ويستمر العقد، ويبقى العامل بالرغم انه ما عملش الا انه له حق في الثمر، لانه في واحد تطوع مكانه، لأن ذلك بمنزلة التبرع بقضاء الدين من الغير. فإن لم يتبرع غيره عنه بالعمل رفع الأمر إلى الحاكم، واكترى عليه من يعمل عنه من ماله. الحاكم يعمل إيه في الحالة دي بقى؟ لو هو مش لاقين واحد متبرع يقوم بعمل العامل لأنه مرض، يعمل إيه الحاكم؟ يأجر واحد ويديله أجرة وتتخصم من مال العامل، او تتخصم من الثمرة لما تطلع. واضح؟ يعمل عنه من ماله ان كان له مال، والا اكترى بمؤجل. ان تأتى فان لم يتأتى اقترض عليه من المالك او غيره، ويوفي من نصيبه من الثمر. وممكن ياخد الفلوس لو هو لابد ان هو يدفع اجرة العامل، واخد بالك، يا اما ياخدها من المالك والملك يحسبها ويبقى ياخدها من نصيب العامل من الثمر. فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفقه، ويرجع بأجرة عمله في الأولى وبما أنفقه في الثانية. طب افرض إن ما لقيناش حد نكتريه، العامل المالك بقى ينزل يخدم ويحسب أجرة المثل ويخصمها من الثمر لما يطلع. واضح؟ وبما أنفقه في الثانية إن أشهد بذلك. وشرط الرجوع، وشرط الرجوع، نعم، إن كانت المساقاة على العين، يعني على العين يعني متعينة على شخص معين. إن كانت المساقاة على العين يعني متعينة على العامل، فالذي جزم به صاحب فتح المعين اليمني والنشائي أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ. يبقى في الحالة دي لو كانت متعينة على واحد، يبقى ايه الملك هنا قادر ان هو يفسخ العقد. قوله: ولو خرج الثمر مستحقا، اي للغير، كالموصى له في المثال الذي ذكره الشارح، يعني كان موصي ان الثمر ده يطلع للايتام او لعلاج الاورام او لجهة معينة، اي جهة، او انه طلع ان هو مدين ودول دائنين وخدوا حكم قضائي فخدوا الثمر. وقوله: فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله، أي لأنه الذي غره. هيبقى على المالك يديله أجرة المثل. ليه؟ لأنه هو اللي غرر بيه، ما قالوش الوضع ايه. وكده نبقى ايه خلصنا أحكام المساقاة ووقفنا على أحكام الإيجار. لو في بقى سؤال كنت عايز تسأل في ايه بقى؟ دلوقتي لو انا مثلا في قطعة ارض وفيها عدد من الاشجار مثلا لسبب مختلف، فهل ممكن ان اعمل مساقاة على نوع معين من الشجر ودون الاخر؟ لا، ما ينفعش الا لو كانوا هم محجوزين عن بعض، لكن مخلطين. هو لو كان الشجر ده نخل وعنب، نخل وعنب، يجوز تتفق مع اتنين عمال، واخد بالك، عامل يخدم النخل وعامل يخدم العنب، وده هياخد من ثمر النخل وده هياخد من ثمر العنب. لو كان ثمار اخرى فلا يجوز المساقاة عليه الا على المذهب القديم غير النخل والعنب. واضح؟ نعم. بس يعني مثلا لو ويجوز انك انت الارض الفراغ اللي بين الشجر تعمل معاه عقد مزارعة يزرعها، واخد بالك، بجانب الثمر اللي هيطلع من الشجر كمان، لان يجوز المزارعة عند الشافعية اذا كانت ملحقة بالمساقاة، لكن مش بالاصل. لكن ما ينفعش ان انا اقصر مثلا بين المزارعة والمساقاة، يعني مثلا لا، عند عقد المساقاة، المزارعة عند الشافعية في فرق بين المزارعة والمخابرة. المخابرة يبقى البذرة على العامل، والمزارعة البذرة على المالك، والاثنين عند الشافعية عقدين باطلين، لكن في مذاهب تانية تجزم.
لكن أجازوا المزارعة الشافعية في صورة واحدة إن كان مع عقد المسقى، يعني في شجر وفي فراغ بين الشجر يزرع، يبقى هنا يوافقوا الشافعية على إنه يشتغل في عقد مزارعة لأنه ملحق بعقد المسقى الجائز. واضح؟ لكن في مذاهب تانية تجيز عقد المزارعة، تجيز زي الحنابلة، وأظن في وجع عند الأحناف، فالأمر واسع يعني. عشان كده علماء الشافعية طول عمرهم عايشين في مصر وما قالوش للناس ما تعملوش اللي بتعملوه في الأرياف، لأن عارفين إن في مذاهب تانية تجيز. واضح؟ مولانا نعم، إن كانت المستقى على العين الذي جزم به صاحب فتح العين لا منه ولا شيء إنه لا يقدر عليه. يعني هو دلوقتي كان متفق مع المساقاه دي على انها متعينه على هذا الشخص بالذات، فجاء الشخص ده عجز او فر او عجز او اصيب اي حاجه، يبقى في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيفسخ، الملك يفسخ العقد. هو متفق معاه لكن مش قاصد ان هو نفسه، يعني تتم المساقاة به او بمعرفته، شركته مثلا، عامل شركة، عنده عمال، عنده مساعدين، اي حاجة. خدت بالك ازاي؟ في الحالة دي يبقى ممكن ايه؟ يبعت حد مكانه. لكن لو هو متعين قال له انت بالذات اللي تبقى مسؤول، في الحالة دي لو عجز يبقى مش واجب عليه ان هو يكتري ولا يعمل الحاجات اللي هي الفروع السابقة، يبقى له ان يفسخ. عقد المسقى لازم يعني يجب على الطرفين الوفاء به. ادي اللزوم. لو انا دلوقتي عارف ان هو لازم الوفاء به، ويعني لقيت ان العامل مثلا مقصر في العمل او شيء، يبقى تفسخ، يبقى لك الفسخ، تثبت التقصير وتفسخ. لو رفض بترفعها للقاضي وتجيب شهود انه مقصر، يا اما في قاعدة كده مع بعض انت مقصر، مواعيد الري بقى لها اسبوع وانت ما رويتش، مش النخل عطشان، انت مقصر، يلا امشي، مفيش بينا عقد. يقول لك طب والمدة اللي اشتغلها اديله اجرته بقى، اجرة المدة اللي فاتت وخلاص، مالوش حاجة في السفر. خدت بالك؟ طب اذا كان دلوقتي مثلا في الوقت الحالي في حاجات زي مبيدات ومثلا تحصن، اذا كانت الحاجات دي تعود على الشجر يبقى على المالك، تعود على الثمر تبقى على العامل. واضح؟ يعني لو كان رش بيعود على الثمر، يحفظ الثمره من العطب، يبقى ده على المالك. لو كان الحاجات دي بتتحط في الارض على العامل، لو كانت الحاجات دي بتتحط في الارض تقوي الشجره نفسها، يبقى دي على المالك. يبقى كل حاجه نشوف دي هتروح فايدتها على ايه ونشوف، اذا كان على الثمره يبقى على العامل، اذا كان على الارض او الشجره يبقى على المال. والله تعالى أعلى وأعلم.